تتجه الأنظار اليوم إلى الملعب ستاد دو لابوجواغ بنونت للإستضافة مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى من بطولة أولمبياد باريس. الكل يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في تم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 3 بتوقيت غرينيتش، وسوف تتابع المباراة عبر قناة بين سبورت وحيدة الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراة القوية اليوم. تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وشاركونا أيضا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز المنتخب المصري أو المنتخب جمهورية الدومينيكان؟ نتمنى الحظ الموفق للمنتخب المصري.